لك جمهورنا عم بشجع عمرو واحمد. تعتمد كثير على الايدين والعضلات. احمد زي السكينه في الجاتو. اول صاموله ادوا لنفسكم مساحه. برافو احمد، ادى لنفسه مساحه كبيره. صح، برافو عمرو، مطلوب منك مساحات اكبر، راعي المساحات يا عمرو. برافو يا احمد، شغالين ايه؟ المعلم سقى وبيصبح على المعلم عمرو سعد وبقول له يا حبيبي يا صاحبي. صبر مفتاح 14. ايه يا اسطى؟ سلك الصواميل يا معلم. سلك. واديله. وعندك واحد شاي ويصلحه. اعشق الحارة المصرية، أنا عاشقة للحارة المصرية. لو كسبت النقطة دي يا عمرو هتبقى 2-1. وهتفتح ورشة حدادة 100-100 في الحرفيين. كله مركز، كله مركز. يا وش السعد يا عمرو سعد. يلا بينا ونصلي على النبي. حلو؟ يلا. برافو، ادي لنفسك مساحة. 1 2 3 4 5 6 7 والسقا عنده 5 صواميل بس عنده مساحة، مدي لنفسه مساحة، طلع الصواميل فوق. لسه هي في البداية بس بعد كده إيه بتسلك. إيه الاتنين قريبين كتير من بعض. أي 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 أي، مش عايزينك تتزنق يا عمرو. إحنا عم نقرب على عمرو، عم بقرب. برافو. المعلم الكبير بيسمي على